من منطلق أن المنشآت الفندقية والمركبات السياحية قلب نابض للسياحة في بلادنا، بات لزاما الاهتمام بهذا العامل الذي يشكل ألفا في معادلة تكملتها الباء أو الموارد الطبيعية والمناخية. المنشآت الفندقية عندنا في بسكرة فندق، عندنا في بالم بيتش جزائر فندق، عندنا في شرشال فندق، عندنا في الجلفة مركب حموي، مركب آخر للترفيه في بلدية الحاجب ولاية بسكرة. وفي هذا الإطار تحصي الفيدرالية الوطنية لمستغلية الفندقة نحو 1300 فندق وزهاء 600 فندق قيد الإنجاز، ومن المنتظر أن يتم استلام 100 فندق بحر السنة الجارية لتدارك العجز الموجود في مجال الإيواء. فكرنا باش نخدموا نبنيوا مشروع جديد تاع ان سونتر دو ريدوكاسيون فيزيك اد ريدابتاسيون. هذا المشروع فيه 654 سرير، منه كاين ان اوتيل تاع 40 شقة، كاين 77 شقة اف 3 وكاين 27 شقة اف 2. تي بازالان بروجي ضخم 500 سرير، تراسوثيرابي، سبيكتاكل دوفان، اير دو جو، مارينا، 4 مطاعم، 3 لي زوتيل، اوتيل 3 ايطوال، 5 ايطوال، 4 ايطوال. عندنا بعض العراقيل في المؤسسات الإدارية. كما تعرف الفنادق العمومية عملية إعادة تأهيل واسعة تشمل 65 فندقا بغلاف مالي فاق المليار دولار لتحديثها وعصرنتها. مجمع سياحة فندقة وحمامات معدنية، دونك فكر باش يعاودوا الفنادق. كاين دي زوتيل ديجا ترينوفاو وراهم يخدموا، جو سيت باغ اكزومبل تاغيت وسعادة القايد، قرارة في تيميمون، عين صالح اللي رايحين نحلوه قريب ان شاء الله. لازم فنادق، لازم دي بخي كونكورونسيال، ماشي دي تاريف تاع 15000 دينار 20000 دينار لا نوي، سي امبوسيبل. سي با لا بورتي دو تول موند، مش الناس كل اللي تقدر تخلص مليون ونص بور باسي اون نوي. بري تاعهم غالي بزاف. العائق الوحيد هو الغلاء. توفير مرافق فندقية وسياحية متنوعة بمختلف مناطق الوطن تتماشى والمعايير المعمول بها دوليا سيشكل قيمة مضافة للسياحة في بلادنا، لكن الأسعار تبقى مرتفعة وتفوق قدرة المواطن.